عفته عليه وملقب الوداد. لا لا مشي لك يا والله ملقب الوداد بالعكس سينور بالتكا وبشوف لك الطريقه باش خسرتي راه ماشي هتكا ثلاثه خسرتي بواحد عادي يقدروا حتى ثلاثه وبنفس فهمتي نسى ونقول لك اللي كاين صاحبي واش نكذب عليك قاو ناضر ونصبر عليهم عارفين يرجعوا انا والله تيرجعوا برا تماك والله تيرجعوا عاد شوف هاتوا عليا داك الباس ديال ها ويرجعوا صبر عليهم ابقى شقني لي انا قول لي بعد من الويده قبل ما قلت لك لي صافي واه والله كنا باغيين لي قول رجينا وياك قول شوف داك حمزه ديال الويده نقول بعد من الويده هذا خويا عايس لا بلا شوف لا تخس لا واحد قضيه خاص الطريقه لا خاص الطريقه باش نهضروا انا وحمزه على نعرف الوليد العراج كاين شي وحدين كيصحاب هو تتولي ضد واش فهمتيني انا فهمتك وحنايا باغ الفوتبول بلا حتى نهضروا في اللوجيك شد زوين كيبغي الناس كيبغيو يشوفوا عادي عادي شي اللي كاين انا اش نقول ليه نقول لك مبروك اليوم الربح الله يبارك فيك اخويا الفرقه ديالي مازال ترجع ان شاء الله عادي زوين ولا راه جاي في الطريق ماشي كراش يكون كيتفرج يدخل يريح انا نقول لك تسكت اصاحبي كاين هذاك اللي يكون كيتفرج لا شوف باش هما يعرفوا واحد ما كاينش هذيك العقده زعما هادي الويد اليوم تنوض يلا مشيو بحال هاد لا لا اليوم ما عندك مزير اش غندير لك خاسر مزير دير سي نورمال تزير اصاحبي واش فرقه ربحات بخمسه سيمانه اللي فاش خاسره بثلاثه ديال راه سي نورمال كاع مدرب مستقيل مدرب لا باش نقول لك راه داك السيد مدرب كبير غير هو اكبر انت والله تكبر بالرب كذب ولا راسنا هذا احترموه احد كبار المدربين في القاره فوزي بنزرتي وبا انا كان شحال هذه في كاش عنده 50 عام 40 عام دابا 88 يمشي عبد الله شويه وي كذب ولا راسنا صح سعيد الى الدور راجع البطوله شنو غتجيب البورصه اه حمزه بالعكس هو الراجل يلاه دير مع شي خطار الراجل يلاه وعدنا باش دير بطوله تدي شحال هذه هو اللي كنا نجيب ليه الكادو ديالو عادي ها هو غادي ولكن ما داش شي حاجه ولكن الويد غادي يشاركوا مع العام الجاي صافاش غادي يشاركوا غادي تكلاصا وطروازي يعني نتيفي عاد راني عارض عليكم باندوزا كلاص من نتيفي طروازي نتيفي يلعبوا لا كاف ونديو نوعوا شويه نوعوا اينا من الشامبيونز ليغ ياك كاس البقره ما بقاش كاس البقره مزيان مزيان لا كاف بلاكس شوف حتى انت شي لا تعيشوا الفقر شويه تحسب تي بغينا نرجعوا للفقر شويه تعذبنا هذه السنين الاخرى ولينا حماض ديك الشامبيونز ليغ ديكلاراسيون اللي جات قبل اعلان الاستقاله ديال بنزرتي فيها اتهام واضح ومباشر للاعبين هو قال بانه ولد راه هذا هو اللي غادي يريب الفرقه بحال هكا فيها اتهام انا ما فهمتش شنو هذا الاتهام في اتهام اللاعب ما تريبش الفرقه قول لهم انا تنتحمل المسؤوليه ديالي ما مشاتش معايا برافو عليك تحمل ما مشاتش معايا الكره ما مشاتش معايا الحطام هذه انا معاه برافو عليك اما باش تقول لي انا اللعابه تحملوا المسؤوليه قولها في الماتش اللي قبل من هذا اللي خسرتي فيه واللي قبل ماشي ربحتي محمديه سكتي خسرتي مادي تحمل المسؤوليه اللاعبين اسمح لي يا خنابي ولا قول لي راه فلان وفلان وفلان هز الدرج ليهم قل قول لي راه هذاك 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 راه هز الدرج ليه وهذاك ما بغيش يلعب راه قال لي قال شوف جا اخويا تحمل المسؤوليه عنده معنى واحد نبي الهزيمه ولا برافو انا مش نقول لك اللي كاين شي لعابه كاين شي لعابه كاين شي لعابه اون فورم ولكن ما تقولش لي انايا خطات في الاشوا ديالي خطات في الاشوا ديالي حتى لا تاكتيك ديالي باش جرات الماتش ولا اختيارات ديالي وسط الماتش ولا باش نلعب فرحان اتاكون حتى هي خصني نتسال عليها راه كاين هذا هو كاين في الماتش ولكن هضرنا دابا على الثقه ولكن باش تلوح لي واحد الميساج ملغوم فيه بان وانا جي في ترو دو كونفيونس او جوور فهمتيني هذه كتخلينا حنا نفهموها بطرق عديده فهمتيني واش نلعبوش لعبو ما بغيش يلعبو وي ولا شكون هما هاد اللعابه لا قول لي شكون راه هذا اللي خاصو قول لي شكون قول لي راه فلان كان مدرب واعر يقول لهم شوف عندي واحد جات اللعاب يقول السميات خوبيه ولكن راه قبل هو قال لك انا جو ديفون توجور لي جوار هادي هي ديفون لي جوار هي هادي راه هادي هي الكونتراديكسيون هذا هو التناقض راه هذا راه هادي ملي كتقول انايا كنت انا كنديفون ديال اللعابه وشويه كتقول انايا هاد اللعابه ما درت فيهم ثقه بزاف من حيث المنطق انا اولا زياده على اللزوم انا كنشوفها هذا تهجم واضح للاعب المغربي بعدا لان ماشي اول مره يدير البنزرتي وهذا شيء مرفوض شيء مرفوض خويا نبي باش يقول لنا حنايا راه ميساج من خوم جينا فاس فلان وفلان سير فيرا معاه ما تلعبوش
الا بالك شي واحد تما كيهز رجليه كيف ما كتدوز لينا في الميساج ديالك ما تلعبوش. شوف بعد قضيه نبيله نجيك من الاخر شي الماتش ديومه واخا خسر 3-1 ياك الويله كون فاخا خسر 3-1 وكان هو دوزيام في الشامبيون والله لبشه والله ما يمشي وكان في الشامبيونز ليغ مزيان في الشامبيونز ليغ والله لبشه يقولك باقي عندي لافونتاج وباقي وتي عارف كان باقي عارف راسو يبقى في لاكورس فهمتيني هو عارف وانا شوف انا البنزرسي بحكم ان تنعرفو مزيان وداك الشيء وشي تنسمعو عليه وداك الشيء البنزرسي ديما تيبغي يخرج من الباب الكبير علاش يقولك انا دوست فهمتي دوست وشيخ المدربين وهادي لا ما تحسبش عليا انا لا ولكن هدره فيها فيها باساج هادي وهذاك الشيء اللي بغيت نقول لك انا مدور على اللعابه شوف هذا الشيء اللي عارفني نبيل عندي ديريكت في 2014 مع الرجاء نفس الحاجه في الماتش ديال اسفي لا دي جوار ما عرفتهمش ممكنش انا واش بنزرج اشاك فوا انت الوحيد للعابه شنو مدرب كبير كدوش في كبير هو باش نتفاهمين على واحد مدرب كبير مدرب كبير هو مدرب كبير وحتى الظروف اللي جا فيها الوداد كانت صعيبه صعيبه هادشي اللي قلت انا صعيبه يلا ترى المشكل المعلوم شويه ما تخلاش على الفرقه يمكن كان جاتو شي عرض ولا جاتو شي حاجه وقال لهم انايا ماشي من الترابي ديالي على انني نخلي الفرقه في هذوك المراحل هادشي كامل خصنا نحطو بين عينينا قبل ما ندوي عاوتاني على القرار اللي خدا البنزرتي دابا خصنا نعرفوا علاش البنزرتي خدا هاد القرار كما قال سعيد واش ما بقاش قاد على الضغط اللي كاين في الوداد واش الجوده ديال اللاعبين ما عاجباش واش هاد لي ريكرو هادو اللي داروا واش هو ما كانش مقتنع بهم برافو شنو اللي واقع تخلى البنزرتي تهرب بحال هكا من المسؤوليه واحد الشهر واخا ما تخلاش على دابا حمزه انا بوغ مو دابا يا الامور غداو ماشي الوقت ديالي خدام استقاله هو صعاب الامور على الوداد شوف انا بالنسبه ليا كنرجعوا لنفس الهضره انا كنلوم في بنزرتي في حاجه وحده هو ان هاد لي ميساج انت كتجي للمغرب كتخدم في المغرب الناس كيبغيوك في المغرب عندك واحد مصداقيه كبيره في المغرب لا مع الوداد لا مع الرجاء درتي تبارك الله شي بطولات بالنتائج ديالك وانا شخصيا كيعجبني كمدرب سيرتو حمزه عاود لي عليه بزاف وهذا مدرب كبير ولكن انا هاد لي ميساج بحال هكا وراجل ماشي زعما تنقول لك زعما بحال هكا بانه باش الناس ما تفهمناش تقول بان البنزرتي ما كيحميش اللعابه ولا او كيبغي يخبي كيبغي يتخبى في اللعابه ولا شي حاجه شنو هي اللعابه هزوا رجليهم اللعابه شنو كاينين شي لعابه هازين رجليهم كاينين ما فيهم ما يزيدوا كانوا لاعبين اليوم انا كانوا علاش وما كانوش اون فورم واخا لعبوا اليوم انا تنقول لك كاينه ترى هذه هضره ديال ما كايناش حتى يلاه دابا في محمدي كنا كنقولوا راه الوداد لا الوداد مزيان ولكن جمله تكتيكيه شكون هما اللعابه الهوني ما كانش محمديه مزيان الهوني راه هو اللي جاب لك بينالتي مع المحمدي حتى جاب بينالتي صافي كان مزيان هو باش نقول لك ولا انا غادي معاك كاين شي لعابه عادي عندك قدارين ما لعبتيش من الماتش ديال الفتح هذه نناقش مع هذه النقطه ما لعبتيش من الماتش ديال الفتح عندك فرحان ولي كان لاعب عندك اريير غوش ومواكو ما لعبتيش لعبتي دراوي وي هادو نقاط نناقشهم معاك هكاك علاش هذا ما تيخربقش هو المدرب تيخربق ملي لعب لا فرحان اتاكون دو بوين اسمح لي يا اخويا لك شي هضره انا خويا الشرقي البحري كيتريني ملي الشرقي باقي كما مشى ملي انت مفاليدي بوشا كاريكرو جديده ديال الوداد وكتلعب الدراوي اللي هو درواتي وميليو تيران كتلعبو في لاكوش شناهو الميساج غير مباشر على انه غير راضي على هذوك التعاقدات ولكن يتعمل مسؤوليته هو اللي راه دخلهم معاه راه دارهم في لاليس راه المدرب اللي كيفاليدي لاليست حمزه واش انا اللي غنورك هادشي حمزه نعاودو نرجعو عاوتاني لهذيك سياسه النادي وداك الشيء ماشي سياسه النادي انا كان المدرب هو اللي كي فاليدي لي ريكرو ديالو راه تي فاليدي ما كيلعبوش لعبو في الماتش الاول كيرفض هذاك لا ريكرو بانه ما تيلعبهاش على هذا المدرب في الوداد ما عندوش حتى صلاحيه كنفر انا كموسيقى كنجي نفرض عليك لعبت لعبو ما عندي حتى صلاحيه انا او ما عندي حتى شخصيه بنزرتي كامل او بنزرتي كامل نقول ليه لا بوش شي يلعب واخا لعبو ويلي يا حمزه ما نضمنش انت كتعرفو احسن مني انا ما نضمنش ما غيلعبوش هو لا مقتنعش بيه راه ما غيلعبوش وكيفاش فاليده انا باش هو كيدخل الدراوي وما يدخلوش هو ما كيكونفوكيش هو وهذا ميساج غير مباشر على انه ما مقتنعش بيه سدات نبيل انا ما عارفش شنو كاين تما واش نجي ندخل تما قادرين ورا لعبوا علاش ما لعبوش في الماتش المحمديه شوف علاش وشو علاش عاود لعبوا ياك الماتش ديال الفاش كان ملعب فرحان فلاكس علاش ما لعبتيش فرحان دابا فرحان ما كانش اون فورم ما يدخلش دوزيام ميطر دونك ملي نكونوا كندويو وندويو على لي شوا اللي دار البنزرتي كلهم خاطئين كلهم خاطئين برافو انا معاك لا خصو يتحمل مسؤوليته في هذا لو كوتي هذا الا باغي تقول شي حاجه قولها واضحه
مثلا تقدر تجي عندي وانا كنقول لك شي هضره اللي عارفها، مثلا ان بزاف ديال اللعابه ديال الوداد ما كياخذوش المستحقات ديالهم. انا نحترمك شي تجي عندي دوين على الضمانات شي انا تجي نحترمك تجي عندي تقول لي راه فلان ما مخلصش وفلان ما مخلصش خصهم يتخلصوا باش يعطيوني 100% عادي. هذه كاينه في العالم كامل بلا ما بنادم يبقى يقول لا حق التوني التوني كاين وكاين راه بنادم رزقو هذاك. ولكن اللاعب دابا اللي خرج فهاد لا سيتوياسيون قال هادشي اللي تتقول فيه انت نبيل ما يخرجوش ليه الجمهور ويقولوا لي انت متخاذل وانت كتعرف لا سيتوياسيون ديال الفرقه مناش كدوز وانت وانت وانت. هو راه ماشي متخاذل، هو راه ماشي متخاذل، هو لا سيتوياسيون ديالو ما بقاش الواقع تعيشوا دابا. انا هادوك اللعبه هو انه ما كاينش شكون اللي كيخلصوا وانتم حنا دوينا. وانايا قلت لكم راه كاينه ديك اللجنه راه يمكن عطات الضمانات على داكشي اللي كنسمعوا. الله يرحم ليها الوالدين ديك اللجنه كيديروا اكثر من جهدهم. شنو هما هاد الضمانات هادو الله اعلم حمزه. هذيك اللجنه ولا لو مود دو بايمون كيفاش غادي يكون دبر راسهم. راه في النصير في عهد النصير وكانوا مشاكل ديال البيم زعما مي في عهد النصير كانوا ضمانات. انت دابا تقول لي لعابه ما عارفينش شكون اللي يخلصهم، لعابه واش ما مخلصينش، لعابه ما عندهم مشاكل برا التيره. سي نورمال الرئيس وراء القضبان، سي نورمال. انت انت لعاب راه رئيس منتدب يمكن دونك استقرار دونك مستقره. دابا هذا تيدير المهام ديال رئيس ديال الفريق. علاش تقول الفرقه ما عندهاش رئيس؟ هذيك الساعه كانوا يديروا جمع عام استثنائي يخرجوا المنخرطين ديال الوداد وعينوا رئيس. هذا هو هذا سؤال. هادشي اللي تنعرف وانا هادشي راه برا الاختصاصات ديالي انا 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 عارف يا حمزه. شوف هاد الناس اللي كاين في هاد اللجنه كيديروا دور كبير، وراه ما تنساش بان النصيري راه كان هز حمل كبير وكان صايق الوداد بوحدو. راه دابا باش بلي لو نهار بلي لو نهار غلطه بلي لو نهار ويجوا واحد الناس يلقاو راسهم داك الحمل الكبير اللي كان هز النصيري كامل اون فاس معاه راه ما ساهلاش. صعيبه راه ما ساهلاش. داكشي علاش كنا كنقولوا جمع واحد الناس اخرى كيقول لك حنا سريح علاش غنسرحوا حناش غنسرحوا حنا الاستفاده الوحيده اللي كناخذوا من الوداد فاز زعما الاستفاده الوحيده الوداد كتمشي فينا تشامبيونز ليغ كنسافروا وكنديروا فيديوهات وكنخدموا هذه الاستفاده الوحيده كنستافدوا مع الوداد. وكاين ناس اخرى كيستافدوا استفادات اخرى ما عندهاش علاقه بالتعلق ديال الوداد ولا كاين ناس مستافدين من الوضعيه الرهينه ديال الوداد. حنا ما باغيش الوداد تبقى بحال هكا. ساهل نجي ونبقى نقول العام زين العام زين العام زين العام زين. لا اللي مزيان كنقولوه اللي ما مزيانش كنقولوه. شي اللي كاين راه بحال الماتش ديال كونتر محمديه راه كنا مزيان اليوم مزيان بونا عمار ركري مزيانه شي الاخر شي نيفو ديال الوداد على داك اوغنيس ولا ما عرفت اوغنيس ولا اوغنيس ولا ما عرفت اوغنيس اللي بغيتي سميه كما بغيتي انا في نظري كلشي. قلت لكم راه لعبتوا مع فرقه ما مترينياش 50 يوم الدراري هادشي اللي كتشوفوا فيه راه عادي مع الوداد راه هادشي هو لو نورمال راه ماشي شي حاجه. حمزه واو. حمزه انا كما قلت يا خويا اسمع انا كونتر محمديه حمزه راه هضرنا عليهم مزيان وشكرناهم ياك ولكن كونتر السوالم فين شفنا عاوتاني هذا الشيء راه نكريتيكو وراه عادي حنا هكا ديما يوميا لو كانوا مزيان حنا راه معاكم كنتو خايبين انا ضدكم راه حتى اليوم داكشي اللي كاين راه هذا هو حتى اليوم ما سيطروا واخا الماتش ساعد عطاني الماتش الماتش اخويا نبيل اش نقول لك ليش هو اللي دار المدرب ما عجبونيش انا عاوتاني. الوداد راه كانت مسيطره كانت مسيطره دي مينيت الاولى دخلوا كنا مزيانين جاو جوج كازيو ولا ما عرفت ثلاثه دخلوا حتى حتى المورا البيوت حتى المورا البيوت حتى المورا البيوت الاول عاد لا شوف كاينين كاينين شي حويجات اخويا حمزه قول حنا راه ما عجبونيش انا بحال قلتي لاكوش يلعب فيها اللي يلعب فيها الدراوي حتى الدراوي راه هو اللي ضرب لك بالتعادل انا عرفت اخويا عجبك حيت هو يا ايمني وميليو تيران وعندك دو زاريير غوش تاكس ماركه تعادل صافي راه مزيان راه ماركه الفلالي وفي الروتور عليه ودابا نسالي راه يهضر لي انا راه تضيع فيه في ميليو تيران هو دابا هضر لي دابا على الروتور اخويا واخا سير 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 سمعوك سير شكون يلعب دراوي ولا حيموت تما في ميليو تيران شكون تفضل انت فين الدراوي علاش يلعب اريال غوش هو دابا خليني نكمل لك الهضره انت ما خليتش نكمل علاش لعب اريال غوش علاش لعب اريال غوش كادارين علاش لعب مع حركاس
علاش ما دخلش فرحان؟ وكذلك كان كيلعب تما في وجده، كيلعب وجده كيلعب مزيان. ومن اللي سمعتو راه ما عمرو لعب الحركه اول ماتش ولا ما عرفش. ومن اللي سمعتو من اللي سمعتو الرجاء بغى يدخل عليه مشيتو شريتوه، حنا كنا باغيين نشريوه. شوف لا لا الرجاء، شوف شوف حمزه الله يسلم عليك، ودخل عليه كاع ودخل عليه. دابا اسمع ليا، منافسه دخلات عليه الرجاء، كتبغى تجيب كادرين باش تلعبوا اريير سونترال ودخل عليه الوداد منافسه. كيف كيلعب كيف كيلعب في وجده طيراتو للرجاء منافسه من بعد. وعلاش دابا كتقولوا راه ما لعب والو؟ نبيل ما بغيناش ندخلوا في هاد لي ديطاي، فهمني انا نقول لحمزه انا اي لعاب الله يسهل عليه يمشي للراجل يمشي للشركه. هذا كريتيكا وخلي نكمل لك انا مازال كريتيكي انا تفهمني، ما تنحشمش انا راه عادي انا قلت عينك اليوم باس ما تعطاش الشماك وراه ماشي بالضبط حتى هو نيتي تحكم ولا واش كاين شي باسي تعطى فلاكس. ودابا بيناتنا اخويا بيناتنا ولا جيتي ولا جيتي تضربنا شي ما عطاش باس تماك وعطى باس مزيان وتلعبات القدام ولا جيتي طالب عندي مابقاش فيا الحال. لا جيتي طالب عندي باش عرفتك انا انت ما مسكانيش التيران وما عرفتش شنو تشوف. راه هو عطي بالدار حمزه دابا فهمني، راه هو عطي بالدار تشوف راه مراهق كانوا جوج مراهق. لا كانوا جوج لعاب قراب لي نحب الوالدين الكونترول ما داروش مزيان ها ولا ولكن الكره ما تعطاش يعني حمزه هو فلات. هو فتح ديك ديك المساحه ديال التمرير فتحها. وعلاش اخويا ما ضربش قدام؟ انا انا قادرين انا معاك علاش ما ضربش قدام تضيع عنده. انا معاك انا معاك انا لاعب ريسبونسابل انا شوف مسؤول انا لاعب مسؤول وداك الشيء غنفكر حيتاش كره فلاكس غنمشي معاك في الطرح ديالك. ما تعطاش الشماك انا انا كقادرين باش عرفتك انت سعيد فتح اللي هو الهوني ما مسكاني تيران ما واخدين فورماسيون ما عارف غادي لنا داخل الكونترول غادي لا كونترول بحال هكا باش عرفتك ما غتعبش ماشي اون فورميوني ما عجبنيش عجبكم راه عندك كمل ليدي يلا سير باش عرفتك انا ما غتلعبش مع جبران ولا غادي تشونجي عند 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 حيمو عند العملود ولا شوف شوف باش انا داخل لك في دماغك خويا حمزه حمزه واخا حمزه لا سول شوز اللي كنعطيك كنعطيك لانفورماسيون تنقول لك واش بوحدك ولا اشنو دير بارفوا لما عطيتهاش لك راه مسؤوليتك مسؤوليتك وراه بعيد سكاني التيران وتاخذ لانفورماسيون قبل ما دير لا ريسبسيون. واخا انا معاك كاكي في البوان ديال على ان قادرين حتى هو كيتحمل المسؤوليه. انا تسال وتتحمل جزء من المسؤوليه. تسال حمزه 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 ولي المسؤوليه يطلبها تما برافو عليك علاش يجي يطلبها تما سؤال تخاصم الهوني وقادرين كيتقاسموا المسؤوليه ديال البيت. برزق برزق حمزه سؤال تجربه المتواضعه اللي عندنا الحمد لله لعبنا فيها. انا باس جامي تعطى باس لاطيرال وباس فلاكس تماك وكونتر اللعابه الاخرين يجي يدير البريس اضيع اضيع اشو كتقول لعاب رجع كي غاد الكاع ما كانش من بريسينو راه كان جا طايل بوحدو حتى لي سباس اللي كان موراه حمزه راه كان واحد قدام واحد وراه بعيد عليه شويه سباس اللي كان الكونتر فين دار الكونتر حتى لي سباس اللي كان موراه راه كان خاوي. واخا سؤال سؤال انا مع الكره معاك معاك انا قادر اخويا ماشي نحارب انا معاك انا شنقول لوجي انا انا ما خصوش يلعبها فلاكس واش مزيان نقولها فاك. واخا عيدنا البيت الاول شي الماتش الجاي يكون يدير ماتش احسن من هذا غادي نقول برافو قادرين برافو. حيدنا 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 البيت الاول البيت الثاني كنظن الزبده ديال الغارديان ما عرفتش انا ما عرفتش مطيع وشوف شوف 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 انا علاش قلت بحال هكا علاش قلت بحال هكا سمع سمع, سمع سمع انا قلت بحال هكا الناس كي علاش قلت بحال هكا علاش هضرت انا على قادرين بزاف خاص قادرين وحركات تجي تشوف شحال لعبوا العيال اول ماتش بلي لعبوا بعضياتهم بعضياتهم فهمني يا حمزه علاش فرحان لعبتي كونتر الفتح افهمني وخرجتيه ولعبتي قادرين اريال كوش هذيك الساعه ياك وجبتي هنايا في الماتش علاش ما تدخلش فرحان؟ لانك عاود دخلوا لاكس راه عاود دخلوا لاكس كونتر الفتح فين دخل بوشته؟ وي فين دخل بوشته؟ وعلاش فين دخلتي بوشته؟ علاش ما ديرش اخويا انت بوشته كاع حنا مثلا ودير فرحان فرحان الا كان تنعرفوا انا بلاسي وماشي عاوتاني قادرين ما تدخلوش اخويا افا سونتر وكون دار قادرين وبوشته عاوتاني وخسرت الوداد بنفس الطريقه ونعاود نكريتيكي عادي انايا اللي تيدير الغلط يتحمل المسؤوليه غتقول له نزلتي ما تعلمش من الاخطاء ديال الماضي. دونك كاين المشكل دونك راه كاين المشكل دونك المشكل ماشي في ماشي في سميه ولا جوج ها هو في لا كاليتي د جوار حتى الهوني اليوم راه ما كانش في كلكو بوست لا كاليتي د جوار في كلكو بوست انا ديك النهار قلت لك خصنا ندويو انا واحد الحاجه ديك النهار قلت لك خصنا ندويو عليها انا جاي نجي راه فاش دويت لكم انا ماشي خرج الحكي ما كانش يخرج عفاكم باش انا الشونجمون الاولاني كنت نتمنى الهوني يخرج قلت لكم يخرج الهوني ويدخل بلاصو الاخر الحتيمي هذاك لاكوم الذهاب ديال زولا كان خطا بديتو كضحكوا انا وقلتوا لي بعد من الوداد وانا مبعد من الوداد زولا ما كان فرحان شوف شوف واخ
ديك النهار انا قلت لكم بان لي زيلي طلع لي داتا كلها الوداد ما كاينش شحال هذه باش كونوا سيريو لا حتيمي لا هوني اكومي بالحتيمي شويه بعد الحتيمي شويه هذاك الهوني اليوم راه ما كاينش الحتيمي مازال شويه انا متفق معاك وصافي سير اخويا الهوني راه ما كاينش انت راه الهوني تيبان لك راه بحال ما بقاتش يزيد اصاحبي الحتيمي دابا اول حتيمي كتلعبوا في بوست ماشي ديالو شنو تدخل تقول شنو قبيله غندخل ميليو عاوتاني دخل ميليو عاوتاني حيد من الجناب ودخل ميليو فين دخل الحداد ولو مطلوبين منه شي ادوار اللي كتحد من الفعاليه ديالو ودرا محسوبه على المدرب وي هو المدرب فين عارفو ما تيعطيش تماك باش نلعبو تما هاد الحشيمه ما قلع مع بنزرتي ما قلع مع رمزي ماشي اونفور ماشي علاش ما قلعش مع رمزي واش كان الحشيمه بلاش جبدو رمزي راه غلبو تجبدو رمزي خصكم تطلبوا منه السماحه شكون يطلب منه السماحه كلشي كلكم كلشي خصو يطلب السماحه من رمزي الله يهديك يا حمزه الله يهديك انا الله يهديني انا هاديني الله رانا الكره ما دارت لا مع رمزي لا مع راه رمزي داك الفينال ديال السوبر ليغ بوا لا باش مورا لا ما بغاش حمزه لا ما بغاش الوداد هادي كون كان البرازيلي ما يديهمش الفينال اه ترى حتى الوداد راه تجيب ليها علاش انا فاش كان غادي البرازيلي واحد خدامه في المطار يبدا توصل معاه للفينال اه واخا ونضر معاك راه فرقه كبيره هذيك واخا واخ فرحان اتاكون شنو بغى يدير تاكتيك مو شنو بغى يدير شنو العلم اللي بان لي انا على حساب انا بان لي بنزرتي خاسر بجوج ولا ثلاثه قال لهم ولا فرحان اتاك ورجع جبران فلاكس ولا تشاري عندك فلا ديفون صافي ما خديتيش واحد الربعه راه كيف والو اليوم ولا خمسه باش نضرب باللوجيك ديال الكره كذبوا على راسنا تجيب لك فرحان لي لاكس اه داك الشيء وقع لا كنتي خاسر بثلاثه لجوج بقات واحد جوج دقائق طلع الديفونسور القدام يقدر يضربها تما يعاون ماشي اتاكو تقدر نلعبو كاع اتاكو اربع ماتش يبان لك لعابه كبار كدير النهضه البركاني تيبان لك لعابه كبار كاع تبقى هذيك جوج دقائق ثلاثه دقائق 14 اتاكو ماشي رجعوج كاع راه قول كيطلع هذيك كيضرب فرصه كتمشي كدير واحد دخلتي ملي دخلتي لعبتي اتاكو ودير عملو حتى هو اتاكو هذيك الساعه احسن الله يعطيك الصحه سعيد ما بقاوش نكذبوا على راسنا علاش نضروب حتى نضروب ماشي انا شوف راه انا حتى ماشي نقول هادشي زعما راه تنقول شي اللي تشوف عينيا راه كون ما كانش حاجه زوينه راه ما نهضرش ما كانش حاجه خايبه راه نهضر فيها انا هاك عارفني ديما خدامي شي حاجه اخرى نقول اللاعبين ما بقاوش قادرين يديروا الفرقه نبي تدخلتي هادشي اللي كاين تدخلتي ملعب ليا ملعب ليا فرحان ملعب ليا فرحان اتاك وواحد بقيت تمشي شي ريحتي درتي يديك لو سول اللي كيلعب مرتاح هو العملود يا صاحبي العملود هو اللاعب الوحيد في الوداد اللي كيلعب مرتاح